بسم الله الرحمن الرحيم. تصويب بسيط بس رئيس حزب المحافظين المهندس أكمل قرطام اللي هو بيحييكم جميعا وبيعتذر عن الحضور. بأحيي جميع الحضور وبشكركم جميعا وبشكر القائمين على الحوار وخاصة الدكتور ضياء رشوان والمستشار محمود فوزي، ونتطلع أن يكون هذا الحوار بداية جادة للخروج بالبلاد من أزمتها السياسية والاقتصادية التي يستشعر بها جميع المواطنين. لماذا نحن ندخل الحوار؟ نؤمن بالحوار لأنه يفتح الطريق لتأسيس دولة ديمقراطية مدنية حديثة تصان فيها الحقوق والحريات، إطلاق عملية سياسية تقر الحق في التعددية والتنوع والانتقال السلمي للسلطة وفتح المجال العام، كذلك لقطع الطريق على خلق مناخ يؤدي إلى الفوضى والانفجار الشعبي ينتج عنه مزيد من الصراعات السياسية وتصل إلى حد الحروب الأهلية، وما يدور في المنطقة ليس بعيد عنا. هناك أزمة اقتصادية جعلت جميع المواطنين يعانون من ضيق الرزق وقلة الموارد، فإن الإصلاح الاقتصادي لن يتم إلا بإصلاح سياسي تكون معه مجالس نيابية منتخبة تمثل الشعب تمثيل حقيقي بعيداً عن الأجهزة الأمنية التي تأتي ببرلمانات لا تمثل الشعب المطحون الذي يعاني من أزمة اقتصادية كلنا يعلم بها. ونأمل من الحوار إطلاق سراح جميع المعتقلين على ذمة قضايا سياسية، وقد يقول البعض ليس لدينا معتقلين، لكن في الحقيقة هم معتقلين، لكن نحن يعني أنا أستعجب أنه بيضاف للناس المعتقلة تهم على اعتبار أن هي ما حدش فاهم التهم دي جاية إزاي ورايحة فين وجاية منين. فإحنا شايفين أنه كل معتقل سياسي وعلى ذمة قضايا الرأي لابد من الإفراج عنه فورا. والاستجابة إلى دعوة الحوار من أجل تحقيق إصلاح سياسي من دونه لا تتحقق نهضة حقيقية للمجتمع، ولعل بداية الإصلاح هو الاعتراف بالوظيفة الدستورية للأحزاب القائمة على التعددية، وهي السلطة المسؤولة عن التنمية السياسية، وتكون هناك قواسم مشتركة للتداول السلمي للسلطة وتحقيق الاستقرار في ظل عقد اجتماعي يضمن الفصل الكامل بين السلطات. بدون إصلاح سياسي حقيقي لن يحدث إصلاح اقتصادي. الأصل في هذا الحوار هو حوار سياسي سوف يترتب من خلاله ومن خلال الاستقرار السياسي استقرار اقتصادي. وأنا بأحيي كلمة السيد الأستاذ الدكتور عمرو موسى وكلمة الأستاذ حسام بدراوي لأنها تحمل كثير من الأوجه التي يتطلع إليها الشعب المصري في المرحلة القادمة. إن الحوار الدائر الآن لابد أن يكون بين سلطة ومعارضة، وهذا ما نأمن به في أحزاب الحركة المدنية. إن لم يكن هذا الحوار بين سلطة وبين معارضة تحمل كافة أوجه ما يتطلع إليه الشعب المصري، وإن لم يكن الحوار على قدر تطلعات الشعب المصري، فإن هذا الحوار لن يؤدي إلى النتائج المأمولة. النتائج المأمولة هي رضا المواطن. إن لم يستطيع هذا الحوار أن يجعل المواطن يشعر بالرضا فإن هذا الحوار لن يكون له جدوى. نحن نأمل أن يكون الأصل في هذا الحوار هو المواطن المصري. وفي نهاية كلمتي، مصر وشعبها العظيم يستحق منا الكثير، وما تعانيه مصر الآن لا يليق بمكانة مصر. علينا من خلال هذا الحوار وضع مصر وشعبها في مكانتها الطبيعية. شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله.